سلام خاوتي، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله صحتكم لاباس. توجور في قناتكم سبور ولا دي زاد مع قادم. مرحبا بكم خاوتي، بارك الله فيكم على الدعم. خاوتي اليوم نهضروا على موضوع مهم، هو قانون ازدواجيه المناصب والوزير خالدي. شفنا بعد الابواق الاعلاميه، شفنا بعد الوجوه الاعلاميه للاسف تتحدث عن هذا القانون انه لا يخدم المصلحه الرياضيه او لا يخدم الرياضة بصفة عامة، لكن أنا من هذا المنطلق أقولكم أنه لا يخدم المصالح الشخصية، قانون يجب تفعيله. لماذا؟ شفنا بعض الإعلاميين خرجوا عبر قنوات، واحد شيء يقول لك أن هذا القانون سيكسر الكفاءات، أي كفاءات تتحدث، وبالأحرى قال الخبرات أو اللي عندهم خبرة أو لي جون اللي عندهم خبرة. كيف تكسر الخبرات ولا لي جون اللي عندهم خبرة وما شفنا منهم والو خلال كل مراحل كرة القدم في الجزائر أو الرياضات؟ كان اللي عنده 10 عهدات 6 عهدات 7 عهدات، اسكو طور المنظومة خاصة المنظومة الكروية في الولاية تاعو، سواء كانت رابطة ولائية أو كانت رابطة جهوية؟ ما شفنا حتى حاجة. كيف تقول أن وبزيد يقول لك تنهي الكفاءات، أي كفاءات؟ مع العلم أن مدارس التدريب، مدارس التربية البدنية الرياضية والمعاهد الرياضية كل عام تخرج لك آلاف الإطارات، سواء مختصين كأساتذة في التربية البدنية والرياضية، وتكوينهم الأكاديمي تكوينهم الجامعي يسمح لهم بالعمل التطوعي ولا يسمح لهم بالإدارة الرياضة في الجزائر، سواء كأساتذة إضافة إلى هذا معاهد التدريب ولا معاهد الرياضية تخرج لك آلاف المدربين سنويا. يعني تقريبا كل ولاية أو كل بلدية، نبدأ بالبلدية، تقريبا في كل بلدية عندها ما يقارب 30 إلى 40 أستاذ تربية بدنية، كل ولاية عندها ما يقارب 200 إلى 300 أستاذ تربية بدنية، كل ولاية أو كل بلدية عندها 30 إلى 20 مدرب في اختصاص كرة القدم أو اختصاص الرياضي، كل ولاية عندها إلى 300-400 كل عام. أنا نقول كل عام، تخيل حتى في 5 سنوات الأخيرة شاك ولاية خرجت كما احنا نقولوا 200 أو 300 ما بين أستاذ ومدرب. أحسب التايا كم من ولاية في الجزائر، كم من بلدية، كم من قرية، وكلهم خريجي المعاهد وتكوين أكاديمي. ألا يحق لهذو أنهم يداولوا على الرابطات كل ربع سنين يجي واحد منظوم، إذا أراد التقدم يتقدم، إذا أراد البقاء في مركز. لكن باش تقول أنه تنهي الكفاءات فهذا غير معقول، لأن هاته القانون غادي يطور الكفاءات وغادي يمكن الشباب، خاصة الشباب وخريجي الأكاديميات، من التداول في المناصب، وخاصة التكفل هذا العمل التطوعي فيما بين الرابطات حاجة مهمة ومهمة جدا، لأن الدور نتاعها هو تقييم الرياضة أو تقويم الرياضة. انتيا احنا شفنا هذو الأعضاء ولا هذو رؤساء الروابط ما قدموا أي شيء لمصلحة الكرة الجزائرية، بما أننا نتحدث على الكرة الجزائرية. احنا شفنا كان عنده 6 عهدات، الرابطة تاعو مازالها في الجهوي، وإحنا نعرفوا احنا عمل الروابط أو عندهم كمنظمة أو كجمعية تابعة لوزارة الشباب والرياضة، لأن الدعم يجي من الدولة، ما قدمت أي شيء. ما نشوفوهم في الأحياء، ما نشوفوهم في ترميم الملاعب، ما نشوفوهم يوفروا أغلفة مالية للملاعب، نقولوا ملاعب جوارية أو ملاعب تاع الأحياء خالتي، يعني أمور كثيرة. يعني صلاحيات الرابطة هي النهوض بأي رياضة في الولاية، مثلا إذا كانت رابطة ولائية، أو في الجهة إذا كانت رابطة جهوية. احنا العكس، بالعكس احنا رانا نشوفوا التدهور ثم التدهور، رانا نشوفوا كوارث، رانا نشوفوا أمور كبيرة، وخاصة أن الرابطة يخولها أنها تقوم بأنشطة رياضية، أنشطة رياضية تكون لك حكام، تكون لك ما على باليش انايا اطارات رياضيه تسييريه، تقوم من خلال النشاطات عبر الاحياء بتطوير اللعبه، بامداد مثلا توفير او حث السلطه على توفير اغلفه ماليه لبناء منشات رياضيه، صالات رياضيه. لماذا تدهورت كره السله؟ لماذا تدهورت، اني نهضر بالعموم خالتي، لماذا تدهورت كره اليد؟ كي تشوف مصر تايا تنافس لك الدنمارك، وتنافس لك السويد، وتنافس لك النرويج، وتنافس لك فرنسا، ويخرجوا معاهم الى اشواط اضافيه، كره اليد يروحوا لهم الى اشواط اضافيه ثم اشواط اضافيه مع ابطال العالم، وتشوف ان فريق الشباب ولا فريق الامل لمنتخب مصر بطل العالم في الرياضه، تقول اين العمل القاعدي؟ والعمل القاعدي يتبدا من الرابطات، يتبدا من نورمالمون
نورما من وزارة الشباب والرياضة تحيي بما يسمى مع وضع اتفاقية مع وزارة التعليم أن المدرسة الرياضية يكون عندها طابع خاص ويكون متشارك في الرياضات، لأن الرياضة تكون عبر المدارس، يعني الأنشطة الرياضية في المدارس قلت، والمنافسات الرياضية عبر الولائي ولا البلدي ولا الدائري ولا كذا ولا كذا قلت بزاف. لهذا يجب تنشيط هذه الرياضة حسب المدارس. من المدارس تخرج، لما تخرج يتلقفها الأحياء ويتلقفها الأندية وتتلقفها الروابط، وهنا دور الروابط في مرافقة هذا التطور. احنا ما شفنا والو، لهذا هذا القانون مهم. دروك احنا كي نشوفوا واحد 7 مرات، واحد نشوفوه 8 مرات، واحد 8 عهدات خاوتي بالأحرى، واحد نشوفوه كذا، واحد نشوفوه ايه بزاف، ايه بزاف. شا قدمت أعظم الرؤساء التالي عنده 3 عهدات خاوتي، التالي عنده 3 عهدات. ماذا قدمت انت للجزائر؟ ماذا قدمت انت للكرة الجزائرية؟ ترأس رابطة 7 مرات، يعني كي تقول واحد 8 مرات، 8 × 4 يعني شحال؟ 32 عام في رابطة، 32 عام في، وما زالت الرابطة كما هي، لا يسقم الماقر، لا يبتر الماقر، لا يدير، ما تفهم والو. أي يجو بعض الأبواق يقول لك هذا النظام ولا هذا القانون ولا ما يمشيش، كيف ما يمشيش؟ أنا عن الشيطان، العلو شيطان. خلوا الناس تترأس، خلوا الناس تخدم كمدراء، خلوا الناس تخدم كرؤساء جمعيات، خلوا الناس تخدم كرؤساء روابط، وراهم احنا ذو الكفاءة. نورمالمون أول حاجة أي رئيس أو أي مترشح لي يسموها هذه الرابطة الولائية أو الجهوية يكون تكوينه أكاديمي. هذه واحدة، سواء كأستاذ، سواء كمدرب، سواء كمسير، حتى المسيرين في التسيير ولا عندهم دبلومات في التسيير عندهم الحق يترشحوا لرئاسة الرابطة، مع العلم أنه عمل تطوعي. دروك بفقدان هذه الميزة أو ميزة ازدواجية العمل لتفادي تضارب المصالح ولتفادي كذلك قطع الطريق أمام الكفاءات. هنا ما تطرقوش ثم هذه الأمور وتطرقوا إلى أنه لا ولا ما يبغوش، لهذا قرار دولة، هذا قرار وزارة، ويجب على أعضاء الجمعية العامة المشي وراء. لما مشيوش وراء تتكفل بهم وزارة الداخلية ووزارة العدل. لازم الدعم مكاس يا وزير خالد، الوزير خالد إذا كنت تسمع في الفيديوهات اللي راني نديرهم من أجل التطوير والنهوض بالرياضة، أول حاجة تقوم بها ليس الأخلاق وإنما فرض القانون. لما تفرض القانون الأخلاق تتسجن بالسيف عليها. يجب فرض القانون ثم القانون. أما بأبواق الإعلامية ليخرجوا ويخدموا المصالح الشخصية، حاشا، نقول على البعض، حاشا خاوتي، رانا نقول على البعض ما نجملوش، ربما لعدم تمكنهم من القانون، ربما ما على باليش انا عندهم مصالح مشتركة مع رؤساء الروابط، ربما كذا كذا. لهذا على وزارة الشباب والرياضة ان تطبق القانون بحذافيره، القانون ثم الأخلاق، ليست الأخلاق والقانون، لان هادو ما فادوش الروابط تاعهم، نقولوا البعض باش ما نجملوش، ما فادوش الروابط تاعهم، ما فادوش الرياضة في الأحياء تاعهم، في الولاية تاعهم، في القرى تاعهم، وجاي يقول لك نحوس نقعد. وين تقعد؟ تربح، خلي كل ربع سنين يجي واحد، هاكا حاجة مليح، كل ربع سنين واحد يجي مشروع، اللي يجي موراه يحاسبه، اللي يجي موراه ذاك يحاسبه، وهي رايحة، هاكا يكون تجديد. ورانا كل عام يخرجوا إطارات، وين يروحوا ذا الإطارات؟ أعطيهم عمل تطوعي، أعطيهم عمل كذا، أعطيهم، خليهم يندمجوا في الرياضة الجزائرية، خليهم يندمجوا في المسؤولية. كيف تنمي كوادر؟ الكوادر نورمالمو كوادر خاصة الصغيرة ولا في سنها صغير تبدأ بهذه المسؤوليات، ومن بعد تتطور. احنا يكبر ومن بعد يجي ديرك مسؤول حتى نشوفوا الأخطاء الكارثية اللي راهي فيها، يعني كارثة بأتم معنى الكلمة، ويخرجوا نورمال، مش يناقشوا لك الفوائد، الا يشوفوا المصالح الضيقه ويشوفوا ان هذا القانون ما يطبقش. اذا ما طبقش عرف بلي وزاره الشباب والرياضه لا تصلح، اذا ما طبقوش القانون. احنا رانا شفنا فيه نيه للاصلاح ونيه كذلك كما احنا نقولوا التطوير والنهوض بالرياضه خاصه عن طريق الوزيره المنتدبه سواكري، سواء المسؤوله عن النخبه، اضافه الى هذا وزير الشباب والرياضه. والامر الحاسم في كل هذه الامور شاهي يا خوتي هي
تطبيق القانون، لا أخلاق لشكوكي، خاصة في الإطار اليوم يعملوا فيه الآن. لازم القانون ثم الأخلاق، بفرض القانون تأتي الأخلاق بالسيف. وهذا هو الموضوع تاع اليوم. سلام خاوتي وتهلاو في الوحيد.